أقيم اليوم منتدى جامعة اليمامة 2024 تحت عنوان المنظومة القانونية ودورها في تعزيز التنمية الوطنية المستدامة. وكما دأبت جامعة اليمامة بشكل سنوي، أقيم هذا المنتدى لمناقشة قضايا الوطن في ضوء رؤية 2030، وكان موضوعه في هذا كان موضوعه المنظومة القانونية، حيث ناقش 5 محاور ترتبط بدور المنظومة القانونية في دعم التنمية بالمملكة وخططها الطموحة للمستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم حقيقة أنا سعيد سعادة كبيرة بحضور المنتدى القانوني في جامعة الإمام، وهذا حقيقة لفتة كريمة غير مستغربة من الجامعة لتسليط الضوء على المنظومة القانونية والتحولات القانونية وما تشهده المملكة من طفرة قانونية كبيرة. والحقيقة الجلسات المقررة اليوم أنا على يقين تام بأنها ستسلط الضوء على أهم مخرجات التحولات القانونية في المملكة وأثرها على التنمية المستدامة. ولعلنا حضرنا الجلسة الأولى وكانت الدكتور فيصل واللي في الفعل سلط الضوء فيها على أهم التحولات القانونية في المجال التجاري، وأنا أعتقد هي يعني عصب الجوانب القانونية في مجال التجاري وخاصة في إطار الاستثمار. أنا أكرر شكري لجامعة اليمامة على هذا المنتدى الوطني الكبير اللي يعكس ما وصلت المملكة من تطورات كبيرة. أستاذ سعود بن حمد الفطيح اليامي، عضو هيئة التدريس في جامعة نجران والأمين العام لجمعية إحسان الخدمات القانونية، أنا اليوم سعيد جدا بحضور منتدى جامعة اليمامة والذي يركز على المنظومة القانونية ودورها في التنمية المستدامة، والذي ركز على الجوانب التشريعية والقانونية في الأنظمة ذات العلاقة وما يتعلق بتطوير المنظومة القانونية في المملكة والثورة القانونية التي تعيشها المملكة العربية السعودية خلال هذه الأيام. ممتن حقيقة لحضور هذا المنتدى والذي ركز في هذا أو في هذه المحاور على عدد من الأمور المهمة التي تتعلق بالاستثمار الأجنبي وما يتعلق بالقانون التجاري والتعاملات التجارية، وكذلك دور التوعية القانونية والتشريعية لعموم المجتمع. ونحن بإذن الله من خلال الجهات ذات العلاقة التي نعمل فيها نسعى بإذن الله خلال الأيام القادمة على تعزيز هذا التعاون، ولكم فائقة التحية والتقدير. نظمت جامعة اليمامة منتدى جامعة اليمامة 2024 تحت عنوان المنظومة القانونية ودورها في تعزيز التنمية الوطنية المستدامة. تناول المنتدى أبرز التطورات القانونية التي شهدتها المملكة وتم استعراضها ومناقشتها من قبل نخبة من المختصين في القانون من منسوبي الجهات الحكومية ذات الصلة. كذلك استعرض المنتدى لأبرز المستجدات البحثية في المجالات القانونية المتعددة فيما يتعلق في سن وتطور الأنظمة في القطاع الاقتصادي والقطاع الرياضي. أنا سعيد أني أكون موجود في منتدى جامعة الإمام 2024، هذه الجامعة المتميزة بمخرجاتها والمتميزة بأساتذتها والمتميزة أيضا بطلابها. رح أدير جلستين هذا العام وكلها تدور في إطار القانون، التنمية المستدامة وأيضا التحكيم الرياضي، فتابعونا ودائما كونوا معنا. أنا الطالبة ليان بندر، مذيعة منتدى جامعة اليمامة لهذا العام. سعدت بأن خضت هذه التجربة أمام رئيس الجامعة وأمام عمداء كليات جامعة اليمامة وأيضا أمام حضورنا الكرام، ونتطلع في المستقبل بالمزيد.